أرحب بكم مشاهدينا الأكارم، أهلا بكم إلى هذه الفترة النقاشية ضمن فترة غرفة الأخبار، أين سنتحدث عن دور المرأة الجزائرية في المجال السياسي، أين لعبت المرأة الجزائرية أدوارا محورية على مدار التاريخ، ساهمت في تغيير تاريخ وخارطة طريق الدولة الجزائرية بشكل جذري، الأمر الذي يجب تسليط الضوء عليه خاصة في هذه المرحلة السياسية التي تشهدها الجزائر، حيث عبرت المرأة الجزائرية عن نفسها سياسيا وكذا حزبيا بصورة كبيرة، إذ أنك لا تجد مركزا لصناعة القرار في الجزائر ولا حزب سياسي ولا مؤسسة حكومية أو خاصة تخلو من العنصر النسائي. لهذا اليوم سنثير نقاش حول موضوع تمكين المرأة الجزائرية سياسيا من المؤشرات الهامة للديمقراطية التشاركية وإشراكها أيضا في صنع القرار السياسي. للحديث أكثر حول مكانة المرأة الجزائرية سياسيا وموقعها وكذا التحديات التي تواجهها خلال دخولها إلى المشهد السياسي، نسعد باستضافة الأستاذة سميرة كركوش الناشطة السياسية. أهلا بك سيدتي، صباح الخير. أهلا، صباح الخير سيدتي، وشكرا للاستضافة. شكرا لك على تلبية الدعوة. بداية دعنا نتكلم ربما ونشير أنه أن المرأة الجزائرية استطاعت الولوج إلى مجال السياسة، وكما سبق أن ذكرت في مقدمتي أنه لا مكان لا حزب ربما سياسي لا منظمة حكومية تخلو من العنصر النسائي اليوم. نعم سيدتي، إذن للحديث عن المرأة نتحدث عن مكانتها عبر التاريخ يعني خلال المملكة النوميدية والحضارة النوميدية وتاريخنا إلى ما بعد الاستقلال. المرأة الجزائرية كانت دائما موجودة، يعني كانت دائما هي عنصر أساسي في العمل على تواصل المجتمع الجزائري، وكانت دائما يعني بصمتها موجودة سواء كانت سياسية بالمفهوم الحالي أو عملها اجتماعيا. إذن خلال المقاومات الشعبية فرضت وجودها، خلال ثورة التحرير فرضت وجودها، كانت يعني مجاهدة طلعت للجبل رفتت السلاح، كانت طبيبة، كانت طالبات في مقاعد حقيقة الجامعة وغادروا مقاعد الجامعة من أجل يعني الدفاع عن شرفهم وعن وطنهم، كانت أمهات في البيوت كانت تطيب وتغسل وتشارك طريقتها الخاصة من أجل استرجاع السيادة الوطنية. إذن المرأة الجزائرية كانت دائما موجودة، بعد الاستقلال كانت كذلك موجودة في مواقع تنفيذية حساسة، كانت وزيرات، كانت فقط العمل السياسي كان ربما العدد قليل جدا، يعني نسبة يعني قليلة، نسبة قليلة جدا يعني يعني مع وجود المرأة كذلك يعني في ما كانتش المرأة كل عاملة أو موجودة منفتحة ربما على المجال السياسي. المجال السياسي كان فيه تشجيع محتشم إلى غاية التعددية، إلى غاية التعددية يعني وين في التسعينات وين ظهرت إلى العلاء أحزاب سياسية، وكانت المرأة آنذاك في التسعينات كانت في الواجهة وكانت في الصفوف الأولى تدافع عن استقرار الوطن، تدافع عن إعطاء الكلمة للمرأة، عن الحوار، عن يعني نبني وطن ديمقراطي يشارك فيه كافة أبناء الجزائريين. إذن المرأة كانت لها مكانتها إلى غاية يعني سنة إذا ترشحت هنا المرأة كانت مكانتها في المجالس المنتخبة، العدد دائما يكون قليل لكن كانت لها مشاركة إلى حد يعني في 95-96 وين كان مؤتمر بكين، نعم وين كانت جمعيات عالمية وشخصيات وطنية طالبت تدعم وتطالب بوجود المرأة في المجالس المنتخبة والمشاركة السياسية نظرا للمسار يعني اللي خاضته النساء في العالم ومنهم المرأة الجزائرية. المرأة الجزائرية كانت دائما موجودة بمواقفها بنشاطها السياسي. إذن مؤتمر بكين أفرز عنه يعني فرض قوانين عالمية على المجتمعات الدولية أن تفرض حصص للنساء في إشراك المرأة نعم في المجالس المنتخبة، وكان يعني كل دولة حسب خصوصية
خصوصيتها. كان العدد يتراوح بين 10% حتى 40%، فيه بعض الدول اللي وصلت 50% من المشاركة في المجالس المنتخبة. إذا نحن كان وجود خاصة هذه التجربة في سنة في مجالس 2012 وين كانت فرض الكوتا، فرض يعني وجود المرأة في المجالس المنتخبة وفرضها على الأحزاب اللي هي أيضا دائما كانت دائما ترفض، يعني بالممارسة ربما لا يكون الرفض علني لكن بالممارسة كان دائما فيه عملية من يعني التهميش والإقصاء للمرأة المناضلة. إذا في 2012 كما قلت لك كان هذه الخوصصة وكانت موجودة في المجالس المنتخبة والمجالس وكانت تجربة للمرأة السياسية، لكن هذا الحلم هذا لم يعمر طويلا. بعدها يعني راحت الكوتا لأن في كانت هناك يعني كان تهميش وكانت واحد يعني كانت تشويه تشويه للمرأة السياسية، تنعت بكل الأسماء وهذه مقصودة، يعني هذا مقصود حقيقة لتحطيم الإرادة السياسية للدولة الجزائرية. لأن شوفي وجود المرأة في المجالس المنتخبة في السياسة فيه إرادة من دولة الجزائرية فرضت بقوانين، يعني القوانين كيف ربما موجودة. ستسهم المرأة الجزائرية بإشراكها في العمل السياسي ربما؟ نعم، شوفي المرأة موجودة، المرأة الجزائرية وجدت بقوانين في الهيئات التنفيذية وفرضت وجودها وفرضت يعني كانت يعني المرأة مرأة إيجابية، يعني القطاعات اللي تشرف عليهم المرأة أغلبية القطاعات كانت عندها نتائج ملموسة والمرأة عندها كفاءة، ولما تخرج من بيتها لأداء واجبها تؤدي واجبها بإخلاص بإتقان يعني تحاول أنها دائما تفرض وجودها في السياسة. قلت لك في السياسة فرضت بقوانين لكن في المقابل الأحزاب السياسية لم تنخرط في هذه يعني هذه التجربة. الأحزاب السياسية عملت على تنفيذ خلينا نقول تنفيذ القوانين فقط، تنفيذ القوانين بالتمثيل العددي ليس بتمثيل تشجيع المرأة أنها وإشراكها وإشراكها في أخذ القرار وإشراكها في الهياكل الحزبية. إذن بالمقابل يمارس عنف سياسي على المناضلات الحاملات للمشاريع في الأحزاب السياسية وتستبدل بتمثيل عددي كما قلت لك، لأن المرأة الآن اللي حاملة مشاريع وعندها فكر سياسي تروح للجمعيات. الجمعية تجد يعني في الجمعية يعني هنا نتكلم عن ربما انعكاس إشراك المرأة في المجال السياسي على المجتمع المدني أيضا. أكيد لأنها الآن إذا كنت تشوفي العمل الجمعوي يعني يغلب عليه حضور نسبي حقيقة. نعم، رئيسة الجمعية هي القيادية، هي القائدة، هي اللي تضع البرنامج، هي اللي تعمل على تنفيذه، إذن وهي في استقلالية القرار. المرأة تجد نفسها أكثر في لأنها ما كانش من يمارس عليها ضغوطات أو يهمشها والسلطة. أو يقصد نعم. إذن هذا هو المشكل، قوانين الجمهورية والدستور الجزائري يسوي بين المرأة والرجل في الواجبات وفي الحقوق وكذلك في المكان السياسية. مؤخرا كما قلت لك بعد الكوتا جات يعني بعد تعديل الدستور مؤخرا يفرض التوازن ويعني بين المرأة والرجل والمساواة. جينا للانتخابات مؤخرا في 2021 وين كانت القائمة المفتوحة والمساواة يعني في القائمة، لكن هنا لم تكن دراسة متقنة للنتائج. وإحنا أنا ذاك حذرنا من النتائج، قلنا صحيح هذه فائدة وهذا مكسب لنا أن تكون القائمة مفتوحة والعدد 50-50 مرأة، لكن النتائج راح تكون عكسية وراح يكون القيادات الحزبية راح تعمل مجددا باش تعمل لك البلوكاج ويدخل فيها المال الفاسد ويدخل فيها العروشية وتدخل فيها يعني ممارسات لا إخلاقية سياسيا، وراح يعني تعمل على إسقاط النساء من المجالس المنتخبة. وهذه النتيجة الآن البرلمان فيه 8% فقط هم النساء، يعني العدد الإجمالي ربما نعم أستاذة سميرة كركوش ربما تقييمك لهذه النسبة
تقييمك لهذه النسبة من النساء ربما والمرأة الجزائرية التي تمثل في أو التي المنتخبة في البرلمان أيضا؟ أكيد. تقييمك لهذه النسبة، هل هي معتبرة، نسبة معقولة، نسبة ضئيلة؟ لا أبدا، هي النسبة 8% في المجلس في الفلابيانو في المجالس المحلية لا تعكس عدد المشاركات في الانتخابات مشاركات. يعني في القوائم قلنا 50% نساء و 50% إذن النسبة 8% والمجالس المحلية ما عنديش، لكن حتى هي الدور في نفس العدد، فهذا لا يعكس الإرادة السياسية للدولة الجزائرية. هنا الأحزاب السياسية هي التي لم تلعب دورها، وبالعكس هي اللي عملت على إسقاط النساء من المجالس المنتخبة، لأنها ما قامتش يعني بالدعاية للمرشحين والمرشحات، ما قامتش يعني بدورها. ربما لما هذا التهميش وهذا الحجب للعنصر النسوي من طرف الأحزاب؟ شوفي، الرجل القيادي لا يقبل المنافسة من طرف المرأة، وهذا الشيء شوفي كما قلت لك، أنا أعطيت لك مسار وتاريخ المرأة خلال التعددية إلى يومنا هذا، كيفاش يعني من هذاك الوقت للحال ما برزتش قيادات نسوية في الأحزاب. إذن بالمقابل تلقيها رئيس محكمة، تلقيها رئيس جامعة، تلقيها وزيرة، تلقيها سفيرة، تلقي يعني حقيقة المرأة الجزائرية يعني قادرة تثبت وجودها في كل القطاعات ما عدا المجال السياسي. هنا نقطة استفهام حقيقة، هنا لأنه فيه أم بلوكاج، فيه عنف سياسي يمارس على المرأة السياسية من طرف القيادات الحزبية. نعم، ربما بحسبك أستاذة سميرة كركوش، هل بما أنه تكلمنا عن خصوصية كل مرحلة اليوم، خصوصية هذه المرحلة، هل ربما نشهد أو نتوقع إعادة النظر ربما في خلينا نقول القوانين والنصوص التي تحمي المرأة في المجال السياسي، وكذا تحفيزات ودعمها لإعطاء القيمة المضافة في هذا المضمار السياسي؟ شوفي، احنا يعني التجارب اللي مرينا عليها في هذه المراحل السياسية والمحطات السياسية للدولة الجزائرية، التمسنا شيء واحد، وهنا رغم ان احنا مناضلات ونطالب دائما بالمساواة، وان ما كانش يعني تمييز بين المرأة والرجل والصندوق هو الفاصل. هذا هو كلامنا وهذا هو خطابنا وهذه عقيدتنا، لكن دائما نصطدم بالأحزاب السياسية وقيادات السياسية الكبيرة التي يعني عندها عدد كبير من النساء والتواجد نتاعها وحق، وحتى الأصوات نتاعها هي أصوات من هي اللي وصلت على هذه المكانة اللي راهي فيها يعني. لكن الآن خرجنا بقناعة أننا هذه الأحزاب يعني ما عندهاش النية في تشجيع المرأة إلى الوصول إلى المراتب القيادية ولا إلى البرلمان، ولذا احنا نطالب دائما بالدولة الجزائرية أن تفرض وجود المرأة بقوة القانون، رغم أننا كنا نقولوا احنا مناضلات ولازم نجيبها بالصندوق، لكن اصطدمنا بالواقع. الواقع غير ذلك، ولذا على بالنا باللي فيه إرادة على المستوى الدولة الجزائرية لمعاملة المرأة كما يعامل المرجل، إعطاء الفرصة للمرأة وللرجل، تكافؤ الفرص، ولذا وجودنا لازم يكون بقوة القانون في الأحزاب السياسية، لأن المرأة هو لضمان وحماية لضمان. نعم. أولا حماية أصواتنا. نعم. ثانيا لإعطاء الصورة المشرفة للجزائر والصورة الحقيقية للمرأة الجزائرية ووجودها في بناء الوطن، في التنمية المحلية، في فرض يعني في اقتراح الاقتصاد الوطني أيضا. اقتصاد الوطن راهي الآن رئيسة يعني تلقيها رئيسة مديرة لمؤسسات اقتصادية، تلقيها السفيرة، تلقي حتى النساء اللي كانوا في المواقع القيادية برهنوا يعني أنا هنا فيه ربما فيه من أخطاء، لكن على العموم المرأة الجزائرية المرأة متفننة في عملها وعندها نتائج إيجابية من موسى في الميدان. نعم، ربما هل بحسب كلامك أيضا هل تعتقد أستاذة سميرة كركوش أن وجود نسبة معتبرة ومؤثرة حقيقية مثل ما تقولي من النساء في المؤسسات السياسية والساحة السياسية يمكن ربما جعل أو يؤدي إلى تغييرات إيجابية بطبيعة الحال في صنع القرار السياسي؟ أكيد
أكيد، لأن شوفي، لأن حنا نضال المرأة الجزائرية طابع عندها طبيعة خاصة في الجزائر. حنا نناضل دائما من أجل التوازن في المجتمع، من أجل استمرارية المجتمع الجزائري، من أجل أننا نضمن مستقبل لأبنائنا، أننا نعمل دائما على حفظ الأمن والاستقرار في وطننا. لأننا نفكر دائما بالتفكير الأم التي تفكر في بيتها، يعني أنه يكون عندها بيت متوازن وأسرة متوازنة وأطفال يعني متوازن. هو نفس النظرة اللي نشوفوها للوطن اللي هو أبنا كل. إذن لمسة المرأة الجزائرية في تغيير بعض القوانين وفي صنع القرار وإحداث التغيير واقتراح البدائل، كوني مطمئنة باللي هذا راح يعطي نتائج جد إيجابية، لأن إن قلت لك دائما احنا نرى التغيير برؤية بنظرة الأم وبنظرة استشرافية. لكن البعض نعم لكن البعض أستاذة سميرة كركوش يقول لك أنه المرأة الجزائرية أعطينا لها فرصة في المجال السياسي لكن لم تقدم، ربما ردك حول لا أبدا لم تعطى لها الفرصة. الفرصة الوحيدة اللي أعطيت للمرأة هي قلت لك نظام الكوتا، لكن هنا الأحزاب السياسية استبدلت المناضلات والنساء الحاملات المشاريع واللي عندهم القدرة على يعني الدفاع عن حقوق المرأة وعن حقوق المجتمع، تم استبدالها بتمثيل عددي فقط. يعني اليوم فقط. هي موجودة فقط لربما بروتوكول فقط لتنفيذ قرارات دولية مثل ما قلتي، ليس لإعطاء قيمة مضافة. أكيد حتى يعني في دائما هذلك المجال السياسي سواء في المجالس المنتخبة أو في هياكل الأحزاب، ما تلقايش المرأة في على رأس لجان سيادية أو هياكل سيادية وين عندها الكلمة والقرار، وتلقيها دائما هي ممثلة عضو في لجنة أو يعني يبقى منصب يقتصر فقط على التمثيل أو اختيار من يعني لا يعني ما عندهمش لا يقبلون المناقشة. المشكل في الأحزاب السياسية هو يرفض بتاتا أنه يتناقش مع مرأة حاملة لمشروع أو مرأة قيادية. ما يعني دائما هذيك المعاملات هذيك تاع التهميش والإقصاء، هذا يؤثر حتى على أفكار المرأة، يؤثر على على التحديات نتاعها. لكن المسؤولية تقع على المرأة أيضا، يجب عليها أن تفرض أيضا خلينا نقول قراراتها والأطروحات التي تقدمها أيضا. تفرض لما يكون يعني المقابل يسمع لها ويستقبلها ويناقشها ويعني حقيقة. لكن قلت لك فيه يعني واحد السياسة تاع التهميش والإقصاء يعني ولا حوار ولا حتى ربما كيف اليوم كيف يمكن لنا اليوم أن نحمي المرأة ونحمي ربما ونضمن لها حقها في إشراكها حقيقيا في المجال السياسي على الأحزاب خلينا نقول وصنع القرار في الأحزاب السياسية. أنا نقول باش نعود ونرجع يعني للمكانة المرأة، لازم فرض مكانتها بقوانين يعني تكون قوانين رضعية نصوص تنفيذية. نعم نصوص تنفيذية وقوانين اللي تفرض وتلزم الأحزاب بتطبيقها. كذلك لازم تكون رقابة الدولة على هذه الأحزاب في الأحزاب، أنها لما تدير قوائم انتخابية وتخرج بها لازم تكون رقابة صارمة. حتى يعني نعود نسترجع الثقة بين الناخب والمنتخب. يعني حتى المواطن الجزائري الآن فيه عزوف تام عن الانتخابات، يقول لك دايما احنا ننتظر المقابل لكن المنتخبين ما يمثلوناش، ولذا لازمنا يعني من طرفين المرأة والرجل، حتى الرجل يعني لازم تكون رقابة. الآن شوفي احنا مرينا بكل المحطات وعشنا كل التجارب، الآن لازم نستخلص الدروس لاسترجاع الثقة بين المواطن والمنتخبين، لأننا ما نقدروش نبني وطن وإحنا كل مرة تجربة. إذن خلاص استخلصنا الدروس، النتائج بينا، لكي نتقدم لازم نضع
قوانين صارمة ورقابة يعني لهذه الأحزاب، حتى تكون عندنا مجالس تمثل المنتخب، مجالس هي تقترح البدائل، مجالس عندها يعني تمارس صلاحيتها على الهيئات التنفيذية، والهيئات التنفيذية تقدم الحصيلة أمام المجالس. هنا نصل إلى بناء ديمقراطية وشفافية في واستقرار البلاد أيضا. نعم، واستقرار مهم جدا. الاستقرار أكيد تشوفي العالم كل يتخبط في مشاكل، لكن إحنا لازم نكون لها بالمرصد، وخاصة إحنا مقبلين على محطات انتخابية في يعني في المجالس المنتخبة المحلي والتشريعية. الآن لازم نستخلص الدروس ونقدم النخبة السياسية التي قادرة على رفع التحديات، وكذلك قادرة على إيصال كلمة المواطنين، سواء في على المستوى الداخلي أو في الدبلوماسية الخارجية، لإيصال كلمة الجزائر على يعني جميع المستويات. ربما كسؤال أخير أستاذة سميرة كركوش، هل هنالك نماذج أجنبية في المجال السياسي يجب أن يحتذى بها ويتم تطبيقها أيضا في المجال السياسي في الجزائر من جانب المرأة الجزائرية في إشراكها في الجانب السياسي؟ نعم، هي نماذج كبيرة، لكن نحن نقتدي دائما بالنماذج تاع النساء الجزائريات سبقون. المجاهدات والشهدات ما خرجوش بقانون، يعني يعني ما كانش عمل سياسي، وإنما لذلك نقول لك احنا الغريزة تاع المرأة الجزائرية هي يعني حبنا لوطننا، يعني ماشي لازم تكون عندك قانون. أيضا أنا ذاك كان هنالك تقبل من الرجل الثوري أنه إشراك المرأة في الثورة الجزائرية والتحرير أيضا. ما التمسناه الآن من المجاهدين لحد الآن، يعني العدد قليل مازال يشجعنا، احنا مازال المجاهدين هما اللي يشجعونا باش نصل إلى أرقى، لكن الآن الفكر الحالي يعني تغير الرجل الجزائري، تغير الآن لا أعمم، لكن نعم. الرجل أنا أبقى دائما في السياسة القيادي السياسي لا يقبل المنافسة، لا يتقبلها، وهذا اللي خلانا لحد الآن ما عندناش قيادات. كذلك قلتينا النماذج، النماذج الوزيرات اللي سبقونا، احنا لحد الآن السيدة زهور ونيسي تعتبر قدوة لنا حقيقة. نعم، في الانضباط، في يعني في المرأة سياسية محنكة فرضت وجودها، ولحد الآن يعني تحظى بالاحترام. إذن إحنا النماذج يعني في وقت مضى، في سنوات مضت كان هنالك أسماء لنساء بارزات أكيد. يعني في الساحة السياسية أكيد. اليوم تقريبا لا، يعني ما كانش غير موجود، غير موجودات، ما عدا احزاب سياسيه اللي على راسها نساء فهي صاحبه القرار، ربما فرضوا وجودها لان الحزب نتاعها. لكن احنا في احزابنا والاحزاب هذه ما شفناش قيادات، يعني راكي تشوفي. وهل الخطا يكمن في المراه او في الرجل؟ فلكم انتما نعم. حريه نعم. القرار. شكرا جزيلا لك الاستاذه سميره كركوش الناشطه السياسيه، شكرا لك على كل هذه التوضيحات ومشاركتك لنا لهذا النقاش لهذه الصبيحة. شكرا أيضا سيدتي. شكرا لك، بالتوفيق إن شاء الله، ونتمنى النجاح لبلادنا أولا. نعم، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفترة النقاشية ضمن غرفة الأخبار. باقي الفترات أو باقي فقرات غرفة الأخبار متواصلة مع زملاء، لكن بعد الفاصل.